فالشام هي أرض المحشر. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من شك أن الشام هي أرض المحشر، من شك في ذلك فليقرأ قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجلى يهود بني النضير من المدينة إلى الشام.